بص يا مدام نعم، الموضوع اللي احنا جايين لحضرتك علشانه النهارده ده موضوع يعني حساس شويه. ايوه يا اخويا، حساس ولا مش حساس؟ ما تتكلموا على طول بقى عشان انا خلقي ضيق وما بستحملش. انجز اتكلم يا استاذ سمير. اتكلم يا سمير. حاضر حاضر. بص يا ست الكل، جرى ايه يا استاذ زغلول؟ هو انت يا اخويا المحامي بتاعنا ولا المحامي بتاعهم؟ ايه ياما ما تنطق. حاضر حاضر يا ست الكل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا. يا استاذي العزيز، احنا مش في محكمة حضرتك يا استاذ. دي صلاة على النبي، صلاة على النبي، دي بتفتح الابواب المقفولة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بص يا ستي عشان ما حدش يزعل، الباشوات دول جايين لك عشان يقولوا لك معلومة طبية مهمة جدا، ان تحليل الدي ان ايه ده ممكن يتعمل في الشهر الرابع. بسم الله يا اخويا، وانت جبت ايه من عندك؟ طب ما هي في الشهر الرابع. انا ما جبتش حاجة من عندي يا حاج اعتذار، بس المحكمة بقى بتقول انه اختياري بالنسبة للست نعمة. اختياري يعني ايه؟ مش فاهم. يعني حضرتك لو وافقتي وعملتيه يا مدام نعمة المحكمة هتعتد بيه، يعني هتاخد بيه يعني. يا ستي اعمليه، اعمليه عشان تريحي نفسك وتريحيني. طب بقول لك ايه يا زغلول يا محامي، الله لا يسيئك يا اخويا، التحليل ده فيه خطورة على النونة؟ التحليل ده بيتعمل في العالم كله، دي ان ايه بيتعمل في العالم كله. طب ولو ما عملتوش هيبقى عليا حاجة؟ يعني ايه عليكي حاجه؟ هو انت خايفه من حاجه؟ ايوه يا اختي خايفه، خايفه لا يجيلي حبس ولا غرامه ولا كفاله ولا مراقبه بعد الشر. بعد الشر عليكي يا اختي، ان شاء الله عدوين. لا خالص يا ست نعمه، مفيش اي حاجه من دي. كل اللي هيحصل ان انت لو ما عملتيهوش الباشوات بقى هيكتبوا مذكره للمحكمه بعد الولاده، والمحكمه تشوف ايه اللي هيحصل. ولو عايزه رايي بقى اعملي من دلوقتي ونقفل الصفحه دي خالص. بعد اذنك يا حاج اعتذار، بس عايز اقول كده بس يعني اتفضل جمله يعني معلش. انا شايف يا مدام نعمه ان انت لما تعملي التحليل ده وهنقدر نعرف اللي في بطنك ده ابن او بنت شريف ولا لا، وده يضمن لك حقك في الميراث. وبكده بقى محدش يقدر يتكلم ولا يفتح بقه. هي اللي زي دي هتعمل تحليل؟ دي كدابه، دي كدابه اللي في بطنها مش ابن شريف. ما تحترمي نفسك، انت فاكره كل الناس زيك؟ استنى يا بيت، بقول لك ايه يا درة بنتي، انت لو هلفطتي في الكلام ده كتير مش هيحصل كويس. انا مش هسكت، انا ممكن افتح لك قرنك عادي جدا. طب يا حاجة اعتذار، يعني نسكت شويه كده ونتكلم في موضوع اهم اهم طبعا، المستقبل. ها هتعملي التحليل امتى يا نعمة؟ انت بتكلم مين؟ رغد. طب خلي بالك، لو جيجي شفتك هتنفخك. بلا جيجي بلا بتاع بقى، انا من اخر مره كنت مع رغده وهي ما بتردش، انا قلقان قوي، خايف يكون حصل لها حاجه. انا بفكر ان انا اروح لها. لا 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 لا، ان شاء الله خير خير، ان شاء الله خير، ما تقلقش نفسك انت بس. لو عايز تروح لها روح، بس المهم ان جيجي ما تعرفش، عشان لو عرفت دي هتضيع نشاطنا احنا الاثنين. والله عاوز ايه يا فندم انت؟ رغده خلاص اتكتب كتابها امبارح، لو اتصلت تاني هخلي جوزها يعمل لك محضر ويحبسك. يا لهوي، ايه ده؟ هتعملي لي ايه يعني؟ عشان تريحي سامي؟ بالعكس بقى، المفروض تسيبيه زي ما هو كده، مش فاهم اي حاجه. يا اخويا ومنظري وسمعتي وشكلي قدام الناس، الكلام ده عندنا في الحاره تطير عليه العين. بس انت برضو لو عملتي تحليل الدي ان ايه هتدي كده فرصه لسامي. الله الله الله. انا اسف على المقاطعه حقيقي يعني. ايه يا رامز بيه؟ بتعمل ايه هنا؟ وليه بتتكلم في حاجه ما تخصكش؟ ايه موضوع الدي ان ايه ده؟ ايه يا باشا؟ ايه يا باشا، المكتب ده ليه صاحب؟ مش عاجباك يعني ولا ايه؟ مش تخبط الاول ولا ايه؟ وكاله من غير بواب. وكاله من غير بواب. ومكتبك الظاهر اني شغال اوفيس بوي في المكتب يعني. الظاهر بقى ان انا اخر واحد في المكتب بعرف اخر تطورات. انا اللي خليتهم يعملوا مكتب للنعمه هنا. لا ما انا عارف. عارف انت بترسم ليه؟ وعارف شغل الاراجوزات بتاعك انت واختك. اتفضل حضرتك اطلع على مكتبك. يعني ايه اتفضل؟ هو انا مش عاجبك؟ هو مش قاعد مع بني ادم جوه مكتبها؟ لا لا، حضرتك تعجب الباشا طبعا، بس انا يعني عفوا انا اسف يعني، انا ما وجهتش لحضرتك اي اساءات، انا بتكلم مع الموظف بتاعي.
الصلاه على النبي، انا ما حدش يقدر يغلط معايا، ده كان زمان يا حبيبي وجبر خلاص. انا واحده هنا جايه تراعي مال جوزها الله يرحمه، يعني مالي ومال النونه اللي في بطني اللي هتشرف كمان كام شهر، ومن حقي كمان ان انا اقعد مع اي موظف هنا في الشركه عشان يفهمني. ولا حضرتك بقى يا باشا عندك حاجه شمال خايف منها؟ لا 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 لا، بس انا عايزك بس ريلاكس كده، مفيش اي حاجه شمال ولا حاجه خالص، اهدي بس كده، انت تحفزتي فجاه كده خالص. هو بس الموضوع ان احنا يعني ما عندناش موظفين بيسيبوا مكاتبهم في وقت العمل الرسمي. حضرتك اطلع على مكتبك دلوقتي والا انت محول للتحقيق وممكن تتفصل. انت بتقول يا سامي؟ مستر سامي، انا مديرك في الشغل وانت موظف عندي، انا مش في الفيلا يا رامز، ومخصوم منك اسبوع انك مش قاعد على مكتبك. اتجننت ولا ايه؟ يلا اسبوع كمان عشان تطولت على مديرك، اتفضل حضرتك على مكتبك. من هنا ورايح يا استاذ رامز انت واختك ونعمة هانم هتشوفوا سامي جديد، سامي تاني خالص. مطلوب من حضرتك ريبورت كامل بشغلك من ساعه ما صادق اخويا الله يرحمه توفى. اتفضل. ماشي، انا هروح مكتبي وحسبنا بعدين. حسبنا بعدين. اوكي، بعد اذنك يا مهند. مع السلامه يا باشا. موظف مجتهد جدا حقيقي. طيب انا مضطر اسيبك في شغلك، منوره بجد بمكتبك يعني. يا بنت الايه؟ انت وقعتي كل دول وفضحتيهم الفضيحه الجامده دي؟ ده اكبر من فضيحه 6-1 بتاع بيبو بشو بيبو الجوع. اختك الصغيره يا باشا. انا عاوز استغلك بقى كده ونقعد نمخمخ عشان الاقي احسن طريقه ارجع بيها قضيه صدى وشريف البنهاوي. عشان المره دي لو فشلت هتبقى خلصت خالص. مش هتفشل، المره دي هما متفرقين ومتشتتين في مليون حاجه. جلال باشا. عبير، ازيك عبير؟ يا عم الدخله الغريبه دي في ايه؟ يا باشا عبد الغفار باشا البنياوي. ماله؟ معاش. يا راجل معاش؟ تقريبا متورط في حوار الادويه دوت، الوزاره اتاكدت خرجوه. ياه والله العظيم انا اللي بيجي عليا ما بيكسبش، شفت؟ ده جلال هو المفروض يفرح. عامة انا ورايا شغل كتير، يلا انا قلت اقول لك. سلام عليكم، سلامك يا حبيبي. باي باي. ماله الواد؟ زي الفل صاحب اخوكي الطويل وفرع، مش زي بصار الوزع بتاعك ده. رامي سافر. وقال لي لو عايزاني بتعالي ورايا. زعلانة قوي الواد ده، مش عايز ضحي علشانك، مش عايزة، عايز كل حاجة، مينفعش واحد ياخد كل حاجة. بكرة تعرفي. والنبي أنا خايفة يا زغلول. لا خايفة من إيه؟ أنت براحتك، عايزة تعملي التحليل تعمليه، مش عايزة ما تعمليهوش، إحنا موقفنا أقوى منهم بكتير جدا. أنا بس اضطريت أقول كده قدامهم عشان يحسوا إن أنا ضاغط عليكي واني بايعك لصالحهم، وبرضه ما نخسرهمش. ايوه ما انا كنت قرياك، بس برضك مش عارفه اعمل ايه. هتعرفي هتعرفي. ايوه يا ابليس، ماشي يا عم المشغول. لا يا اخويا، لما تفضى ابقى كلمني عشان عايزاك في حوار كده. سلام. جلال البكري مباحث. طب خليه يتفضل. يلا بالسلام انت بقى يا زغلول. ماشي، السلام عليكم. هبقى اكلمك كمان شويه تجيلي. تمام. اهلا اهلا يا باشا، معلش كان بودي اقعد معاك بس مشغول شويه. اتفضل اتفضل. اتفضل يا باشا. مساء الخير يا نعم، ازيك؟ وربنا انت ابن حلال مصفي. تصدق ان انا كنت عاوزاك ضروري جدا. نعم، احنا فتحنا التحقيق تاني في قضيه صادق وشريف البنهاوي، فانا جاي الشركه هنا بصفه رسميه، بس جاي لك انت بصفه مش رسميه، لأن احتمال احقق معاكي تاني. بس دلوقتي أنا جاي عشان أسلم عليكي. تسلم وتعيش يا رب، والنبي أنت طول عمرك ابن أصولي. طب قولي لي بقى كنت عايزاني في إيه؟ أصل كنت محتارة والله يا باشا، أصل هم عايزين نعمل التحليل دلوقتي وأنا حامل، وأنا عايزة أستنى لغاية مولد، فكنت محتارة، كنت عايزة حد يشور عليا أعمل إيه معاهم. أنا رأيي إن إحنا نستنى شوية. ما تجيش ورايا. خير يا نعمة هاني؟ ورق إيه بقى اللي أنت عايزاه؟ مش تقولوا لي يا جماعه انا بخش دايما في اوقات غريبه يعني. ايه يا حضره الضابط الهمام، سبت الشرطه بقى وتعينت حراسه على نعمه هاني؟ تبارك يا سامي بيه، مش احنا هنفتح تاني القضيه بتاعت صادق وشريف البنهاوي؟ فعلا. فقلت اجي اقعد اتكلم معاك شويه. لا للاسف والله مش فاضي، واحنا نعمه هانم يعني لينا قاعده مع بعض عشان دي مش وكاله يعني. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه الجمال ولبها دي يا مدام نعمه؟ اهلا. اقول يا اقول يا نعمه ولا اقول يا ام هودي ولا يا مقدم ولا ناوي تسميه ايه؟
اهلا يا دكتور، شرفت ونورت والله العظيم. دكتور عادل ده بقى كان اخ ليا والله العظيم. مظبوط. منور والله العظيم. اتفضل يا دكتور. اتفضل. شكرا. اتفضل. ايه الجمال ده؟ اتفضل اتفضل. سامي بيه، انا عايز اتكلم معاك شويه. لما تحب تقعد معايا يبقى حدد معايا. اتفضل يا دكتور. دكتور ايه؟ عادل. هتفضل دكتور عادل. شكرا كتر خيرك. بعد اذنك يا مدام. انت اللي جايبه؟ الله يخرب بيت. جيت ليه؟ ايه يا بارك وهاني؟ بس على فكره بقي ما تفتحش بنص كلمه. سرك في بير طول ما البير متعكب فلوس. وربنا ما خدت فلوس لسه، لسه ما قبضتش حاجه، ما مسكتش في ايدي ولا بنيم. يخرب بيتك جاي تهبب ايه هنا؟ وبعدين بقى انا مش عايزاك تنسى برضو ان السي في بتاعك يا اخويا كله معايا وعندي. لا ده بالليل وتشربي ميته. السر بتاعك اللي عندي اكبر بكتير. وعلى فكره انا مش مستعجل على الفلوس، انا بس بفكرك عشان ما تنسيش. ولا هتنسيني؟ تنسيش ها؟ باي باي. يا رب ايه النصايب دي؟ يا رب استر هروح في ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا سعاد هاني، في واحدة يا اختي شعرها اسود بس هي صبغاه اصفر، وهي عينيها سود بس لابسه البتاع العدسات اللي بيلبسوها دي مخليه لون عينيها اخضر. هي رفيعه بس حاشه جسمها كله كاوتش وسفنج وقطن. الوليه دي لايفه على جوزك. سكرتيرته منها لله. ما تشيليش هم. انت بقى يا اختي كل اللي عليكي تكشفيها له على حقيقتها. حاضر. معلش يا حبيبتي، كلها نقطة ولا نقطتين وهتسمعي أخبار كويسة قوي. سيبيها على الله وعلى الحاجة اقتدار. إيه ده؟ أنتوا إزاي تقعدوا مع الست دي؟ جراي نورهان؟ في إيه دعاء؟ إيه صعاب؟ الست اقتدار دي ربنا يحميها. كده يا جيجي؟ عاوزة تخبيها عننا؟ بمين عنكم؟ دي نصابة هي وولادها. وبعدين بقى؟ وزبالة وحرامية. حرام عليك يا جيجي. حرام عليا؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ كل الناس اتجننت. يا منى، منى هنجيلك مرة تانية. خد يا ست الكل. خد يا ست الكل. بالسلامة يا حبيبتي. اتفضلي مع السلامة. شيل المية دي ونضفي المكان كله. أحسن يا عايشة في مورستان. أنا بجد عايشة في مورستان. ولا ما مورستان غيرك أنتِ. أنتِ يا أختي مستحملة الناس دي إزاي؟ اسمعي يا بت يا منى، سيبك منها. أنا عايزاكي بقى تلمي لي كل النسوان بتوع الكومباوند، الجيران اللي حواليك وجيران الجيران. بس قبل ما تجيبيهم لي تعرفي لي كل أخبارهم وأسرار بيوتهم. سامعاني؟ ليكي عليا كل يوم أجيب لك عشرة. وانا هنغنغي. انا عناية ليك يا منى. خدي. لا دول كتير، خدي دول بس. ماشي. اسلمين. اسلام يا حبيبتي. ولو دخلت جنة البنهاوي عشت فيها نعمة. اسم الله اسم الله يا واد على الشياكة. ما انت كمان دخلت. الله يرحم. لبس ابو قتاتة وتكاتك ابو قتاتة ولا مش متذكر؟ متذكر. ما خلاص بقى يا نعمة. ابو قتاتة مات واتدفن، هو وقتاتة نفسه كمان. بقول لك يا نعمة، أنا فتحت شركة جديدة. إيه؟ شركة كده يا أخويا مرة واحدة؟ طب من أين لك هذا؟ دي حاجة كده على مقاسهم. يعني أنا معايا شركة، بس أنا دخلت بفلوس كده عبيطة. أنت عارفة ابن خالتك بيحب التحويش، ودي تحويشة العمر. ألو أنا اللي كنت فاكرة إن أنا هقف جنب ابن خالتي وأجيب عربية وأجيبه يشتغل لي سواق عليها. وأنا هتكبر عليك يا نعمة، ده أنت سبب العز والنغنغة اللي أنا فيها. أنا مش ناسيلك اللي عملتيه مع الواد كورنر، الواد عمال يدعي لي. عشان يعني خدت له مكتب في الشركه عندي، بقول له تعالى اشتغل مع اخوك، يقول لي لا، نعمه اولى، عيل واطب صحيح. النبي انت فايق ورايق، وسايبني يا اخويا في النصيبه اللي انا عايشه فيها دي.
ولاد الحرام اللي انا عايشه وسطهم. خير يا نعمه؟ مصيبه ايه؟ في ايه؟ الاخويا اللي اسمه سامي بيه ده. ماله؟ مش عارفه مجنون ده ولا ايه؟ العامل اللي فيها قال ايه؟ بيغير عليا وكل ما يشوف حد معايا يستقصده ويتخانق معايا بعد ما كان عامل لي فيها سبع رجاله فجاه قلب لي دبدوب احمر. دبدوب؟ العب بقى. شكرا يا منى. كمان يا اخويا حوار التحليل ده مش عارفه اعمل فيه ايه. خلصانه. انا زي ما قلت لك فتحت شركه جديده ومعايا فلوس كتير. واي حاجه في بلدك ليها تسعيره. انا اروح المعمل ده واخلي الدي ان ايه يطلع الواد ده ابن شريف لو قلقانه من حاجه. طب جننت انت عايزنا نروح في داهيه؟ طب ما هو ابن شريف اصلا. خلاص ما دام ابن شريف بيعمل التحليل عشان لما تولدي تورثي من غير اي حوارات. انت شايف كده يا اخويا؟ اه طبعا شايف كده. هو في شوفان غير كده؟ اللي بينك وبين الفلوس التحليل ده. اعملي الدي ان ايه ودي ان ايه ودي ان او ودي ان ايه. خلصينا هنعمل بقى. بقول لك ايه؟ كان في حوار كده كنت عايزك تعرفيه، انت اول واحده لازم تعرف. حوار ايه؟ خير يا رب استر. انا خلاص ناويت اكمل نص ديني. على اساس ان انت عندك نص دينك الاولاني لما هتكمل التاني؟ انت عندك دين اصلا؟ بقول لك ايه؟ انا هتجوز. تتجوز؟ اه اتجوز. ومين بنت الحرام دي اللي اقنعت ابليس يتجوز؟ ضرتك سمر هاني. ايه؟ سمر هاني ضرتك. الله يخرب بيتك، ما لقيتش انا دي؟ بص يا كباتن، انا شخصيا شايف ان سلعوة ده لاعب مهم جدا في الهجوم، خصوصا في التسديد على المرمى والانفراد بالكوره، لكن طبعا اداره النادي. ايه؟ انا قصرت في حاجه ولا ايه؟ اسمع بس للاخر يا سلعوة. معلش يا ابو الكباتن، يعني اصل الولد مندفع شويه، بعدين كلامك نهايته شكلها مش حلوه. يا جماعه اداره النادي اليومين دول بتمر بازمه ماليه كبيره جدا زي اللي البلد بتمر بيها دلوقتي، وعشان كده احنا مش هنشتري اي لاعب من بره، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي. يا كابتن ده حلم حياتي والمصحف، انا كده هضيع. يا كابتن معلش بالصلاه على النبي، لو الموضوع اخره فلوس يعني احنا ممكن نحلها مع بعض، بس الولد ده لازم يكمل لعب. ده بص تحس ان ده اللي هيدخل مصر كاس العالم. ما انت عارف يا كوردون ان الباب اتقفل دلوقتي. انا بوعدك ان انا هتابعك بعد كده انت وسلعوة. ادعوا بس ان البلد تصلح حالها بسرعه. بلد اللي تصلح حالها؟ انا بستنى لحد ما البلد دي تصلح حالها هلعب فريق مسنين. معلش ما تزعلش يا سلعوة، يمكن مكانك مش النادي الاهلي، مش يمكن تلعب في برشلونه؟ يلا سلام يا كابتن. مع السلامه. ايه اللي انت بتعمليه ده يا سمر؟ بتستعبطي؟ ازاي تدخلي عليا فجاه كده؟ احنا مش عايشين في البيت لوحدينا زي الاول. ما تقلقش، نعمه هانم اللي انت خايف منها قاعده هي وشويه الجرابيع اللي معاها بيرغوا. عموما انا مش هطول عليك، انا جايه اقول لك كلمتين وهمشي. ها يا سمر عايزه ايه؟ انا جايه النهارده اشكرك على كل حاجه يا رامز. تشكريني على ايه؟ اشكرك على وقوفك جنبي في كل المواقف، وانك كنت راجل الواحده ممكن تتسند عليه وهي مطمنه. يا ستي العفو، ولا شكر على واجب، بس بتهيألي احنا معديين المرحله دي من زمان. طبعا ما رضيتش تتجوزني، خليتوني اتجوز شريف، شريف مات، حملت منك، دي اخر حاجه كانت ممكن تربطني بيك. بس ازاي؟ لازم تنزليه يا سمر، وفجاه يطلع عليا شويه حيوانات ويسقطوني. حتى ما كلفتش نفسك تعرف مين دول ولا تبع مين، ولا زعلت عليا ولا على ابنك. اللي انت بتقوليه ده يا سمر، انا اكيد زعلت طبعا. يا فرحتي، انت كل اللي همك الصيدة الجديدة اللي معاها فلوس عيلة البنهاوي، مش بقيت تكون انت يا رامز اللي سقطتني؟ انت يا رامز؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ اكيد مش انا طبعا يا سمر، اكيد. بقولك ايه؟ بلاش نفتح لبعض في القديم. يا رامز، يا رامز انا بحبك، انت الراجل الوحيد اللي انا تمنيته. سيبك من فلوس نعمة، جيجي وسامي مش هيخلوك تاخد اي حاجة، تعالى نتجوز. سمر انا قايل لك قبل كده انا مش هدفع. كل حاجه في الدنيا ليها اخر، وانا وانت خلاص وصلنا لاخرنا، افهمي. يبقى انا كده فهمت صح. اشبع بنعمه هنا، انت ما بتضيعش وقت وانا كمان مش هضيع وقت، بس اوعدك اني هاخد حقي منك في اللي جاي. تعملي الدي ان ايه ده؟ وارميه له مع الجزمه القديمه. ايه يا توت؟ ايه؟ عايزه تدمريها ولا ايه؟
اوعى يا نعمه تروحي تعملي التحليل بتاع اي تي تي اللي بتقول عليه ده، الا اذا كنت متاكده من الموضوع ده 100%. انا بقول الكلام ده واجر على الله. ما تكرز بقى يا راجل، انت بتلقح على بنتي يا راجل يا ناقص. احنا مش هنفضها سيره بقى من الكلام الرخيص ده. بقول لك ايه يا نعم، هو زغلول صحيح ما بيفهمش حاجه، انما برضو مش هيضرين، وانت الاحسن دلوقتي تعملي التحليل عشان تثبتي للمحكمه حسن نيتك ويسهل لك يا بنتي الميراث. ولو ما عملتوش برضك مش هيحصل حاجه، ورثي زي ما هو. وانت خايفه من ايه يا نعم؟ يا بنت انا خايفه من كل حاجه، ما يغركيش وش الجراءه اللي انا عاملاه ده، انا بس بستخبى وراه، بس انا من جوايا ما بترعش وعظمي كله بيخبط في بعض. حموسه، همسه، 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 يا رامز يا رامز الحقوني الحقوني الحقوني. تخيلي سامي الاهبل رامي الهلب على البنت نعمه، بيعطف معاها. الواطي كلب الفلوس، ما هو لازم يشمشم في اي مصلحه. شمام، والله كنا مستنينك يا باشا. ايه لازمه البهدله دي يا رشا؟ ما كنا اتقابلنا في ملعب الجولف كان احسن. معلش يا عبد الغفار باشا، انا قلت نتقابل في مكان هادي، واديك ارتحت بقى من تعب الداخليه وشغلها. انا عايزاك بقى تاخد الفلوس دي وتفسح انت والمدام والولاد وتلفوا العالم. كام دول؟ 500,000 جنيه. وفين باقي الفلوس؟ مفيش باقي. بقول لك انت وهي، شغل الثلاث ورقات ده ما ياكلش معايا، انا نصيبي في الشحنه دي ما يقلش عن 3,000,000 جنيه، فاهمين؟ خد الفلوس يا باشا، خد خد الفلوس. بقول لك يا باشا، لو مش عاجبك الفلوس دي اشتكينا في المحكمه، واللي تحكم بيه المحكمه السيف على رقبتنا. محكمه؟ انت هتستعبط؟ ده انا دمركم. تدمرنا؟ احنا؟ ليه يا باشا؟ ده احنا مضحوك علينا زينا زيك بالظبط. احنا الدواء اللي معانا ده هيتباع باقل من ربع ثمنه، ده ريحته فاحت خلاص. يا باشا، الفلوس دي تقدير. تقدير عن حبنا ليك يا باشا، ويا عالم هترجع ولا لا. فلوس دي يا باشا من لحم الحي. ولو انت عايز فلوسك كلها بقى، انت عارف هتلاقيها فين. عند اللي غرقك وغرقنا، سامي. خد الفلوس يا باشا، خدها. خد الفلوس وحطها في البنك. قول لهم انا خدت من ابليس 500,000 جنيه. انت اول مخلوق ياخد مني الرقم ده واخر مخلوق. اتكل على الله يا باشا. يلا. ده ايه الجشع ده؟ في جشع. الحمد لله على سلامتك يا لسه همسه. انت لازم تشكري مدام نعمه لانها وقفت النزيف. وانا على فكره هكتب لك على خروج النهارده. الحمد لله على سلامتك. بعد اذنك يا جماعه، اتفضل. شكرا يا دكتور. شكرا يا نعمه، ربنا يخليكي ليا. تشكريني على ايه يا بنتي؟ انت مش متذكره ان دي شغلتي اصلا؟ انا ما عملتش حاجه، ده واجب. ربنا يخليكي يا نعمه، والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. لولاكي كان زمان همسه دلوقتي راحت من ايدينا. ربنا يخليك يا رب. ايه ايه، كفايه شكر، كفايه شكر. بتشكروها على ايه؟ شغلانتها نعمه سرنجه. تشكر برضو ان هي لحقت همسه قبل ما يحصل لها اي حاجه ولا تموت. معلش يا سادسه، اصل دي شغلتي فعلا. اصل هم بيعلمونا في معهد التمريض ان احنا يكون عندنا قلب، ان احنا لو شفنا حاله نحاول ننقذها. بيعلمونا نبقى بني ادمين، مش 1 2 3. اساتسه، ومالك متفشخره قوي بالسي في بتاعك ده؟ ليه؟ هي ما تشرفش؟ لا طبعا ما تشرفش. طب تعالي بقى بوريس. بقول لك ايه؟ بقول انا سكتلها بقى، انا تعبت منها وربنا اللي رقدها مكان البيت ده. تعالي تعالي، انت جبانه اللي بتجري ليه طيب؟ تعالي. بابي فيلم يجنن. انا اطلع بره الخدمه في سني ده وبعد كل اللي عملته في حياتي بسببك؟ يا اخي والله الزعيم عادل امام ده انا بص بموت فيه والله، مضحك. سيبك الفيلم ولا اجيب لك ماتش الارسنال ولا حريم السلطان؟ فيلم ايه وزفت ايه؟ ما هو يا ست اللواء اكيد لازم تقضي وقت فراغ حضرتك بالجلابيه البيضاء، ما انت اكيد يعني مش هتتوب وتقرا قران. انت الظاهر نسيت نفسك يا كلب، نسيت انت بتتكلم مع مين؟ انا المعلومات اللي اعرفها عنك وعن اخوك توديك جوانتنامو، مش تورة ولا المزرعه. اهدى بس يا ست اللواء، اهدى.
يعني انا خايف عليك زورك يتشرخ، بعدين التامين الصحي وحظك في الخدمه غير وانت بره، الممرضات هينحتوك. ايه ده بس كده يا راجل يا طيب؟ معلومات ايه بس اللي انت تعرفها؟ شوف يا سياده اللواء سابقا، هو حضرتك تعرف معلومات ده صحيح، بس مش عشان انت يعني ضابط كفء ولا حسك الامن عالي ولا الكلام اللي بيضحكوا بيه على الناس في الجرايد ده، لا انت عرفت ده عشان احنا اللي عرفناك. حضرتك كنت شريكنا يا بالتواطؤ يا بالحمايه يا بالطرمخه، وانت فاهم. انت غبي يا سامي، غبي ومش عارف انت بتتعامل مع مين. لا وحياتك عارف بتعامل مع مين، عارف لدرجه تقلقك على المعاش اللي انت بتاخده دلوقتي، وعلى الرتبه اللي انت خارج بيها، وعلى الجلابيه البيضه اللي انت لابسها. بص يا سامي، اخوك صادق كان اذكى منك مليار مره، كان زي الجراح الشاطر ما بيدبش المشرط الا في مكانه، انت تمرجي دخلوه يعمل عمليه قلب مفتوح، بوظت كل حاجه بغبائك وضيعتنا كلنا. انا عايز نسبتي من الادويه بتاعت اسرائيل وننسى بعض، ومش عايز اعرفك، ولو شفتك في الجولف هعمل نفسي مش شايفك. هي وصلت لملعب الجولف يا سياده اللواء سابقا؟ اذا فهي الحرب، نخوضها دفاعا عن الحق والعدل. عارف الملاحه والملاحه وحبيبتي ملوت الطراحه، كل حاجه راحت، كل حاجه راحت، مكتبك راح والصفقه راحت والسيوف اللي على كتفك راحت، مالكش عندي حاجه خالص. وانا بشرفي لو شفتك في ملعب الجولف انا اللي مش هسلم عليك، لان انا بيزنس مان زي البنت الشريفه، لا تملك الا شرفها. فانا اسف، انت بقيت تهر. خليك فاكر اني جيت لك لحد هنا يا سامي يا بنهاوي، خليك فاكر. اذا الى اللقاء سيدي الدوق. مع السلامه يا سياده اللواء سابقا. اجيب لك حد يوصلك ولا ايه؟ خلي بالك من الجلابيه البيضه. عسل يا سياده اللواء والله عسل. شوف يا منى، احنا عايزين كام فيسبوك كده علشان ايه؟ نشغل عليها عيال طيارين يوصلوا الاكل للبيوت، لان الشغل هيبقى زي العسل بعد كده. متقولش كده بقى، ما يحسد المال لاصحابه. امسك الخشب اهو. ابيض مراتك تطب. اما تطب اهو، مش بقول لك بدات تندع اهو. الو مطعم ابو حشور السوري. اي حشور السوري؟ ايوه اوريني خيتي. ايه في شقف؟ ايوه شقف بزيت زيتون وزعتر. طلبات ايه؟ ايه 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 ان شاء الله ان شاء الله نص ساعة يكون الطلب عند ستك. سلام خيتي. سلام 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 خيتي. ان شاء الله عليك بجد، اللي يشوفك كده يقول سوري سوري. يعني سوري مين؟ قصدك تقولي لب سوري. صبحي صبحي، انت تعرفي مطاعم ريالي ولا ده صبحي طليق وده حشري بيج وزم نعمة هاني. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أخ صبحي. أهلا أهلا. لا مؤاخذة يا أستاذ، يعني في كلمتين بيني وبين طليقتي، حاجة يعني كلام في المخصوص كده لا مؤاخذة. وأنت حضرتك مش طلقت خلاص؟ أه. عايز ترجع تاني ولا إيه؟ حشري بيج، بقول لسعادتك في كلام بيني وبين طليقتي في المخصوص. كلام في إيه؟ مخصوص. طيب. شوف مخصوص واتكل على الله. شوف مخصوص فاضي بس. في المخصوص فاضي دلوقتي؟ حاضر حاضر حاضر، خد المخصوص. على فكرة يا منى، أنت كدابة أوي. ثبتيني إن إبليس خطيبك وأنت ما فيش ما بينك وبين أي حاجة خالص. يا بنت الناس، طالما لسه فاضية يبقى جوحة أولى بلحم طورة يا منى. عايز مني إيه يا صبحي تاني؟ مش كفاية العملة اللي عملتها؟ لا عملت ايه يا منى؟ الورق اللي كنت وازيزني عشان اسرقه من جيجي هاني، جابتني واتهمتني فيه. والله العظيم شكلك انت اللي عامل العمله دي عشان تقطع عيشي من هنا. ورقه سرقه يا منى؟ لا والله. هتعملهم عليا؟ وغلاوتك عندي يا منى ما اعرف اي حاجه. اجري يا منى على ايدك، انا بخش لك من باب المطبخ ده تضلين. منى عرفني بقى، وانت هتغلب اصلا؟ لا يا منى، الموضوع ده مش هيخرج بره النقطه اللي دخلتيه ما بيني وما بينك. مين ده؟ ليس. ليس هو اللي رجليه داخله خارجه في البيت، حافظ كل شبر. الموضوع ده مش هيخرج بره، ده بذممك ذمه. ده منظر واحد سواه، طب
طب انا قدامك اهو سواق برضه بس على وش الفقر، وهو عايشني في دور العايق والبهوات، بيجيب الكلام ده كله منين؟ بقول لك ايه بقى، انا ماليش دعوه بكل الكلام اللي انت بتقوله ده، ابعد عني انت وهو، انا مش ناقصه اتعيش من هنا. طب وانا مالي يا مينو بس؟ هو الواد ابليس ده يسرق الورق يزعل مني القمر؟ ما اتاخد على قفايا يا منى. ألف ألف مبروك يا إبليس يا عريس، والله العظيم هي دي الجوازات العلية ولا بلاش؟ أمال إيه يا كورنا؟ أخوك ما يقعش غير واقف يا والله مثل وقدوة يحتذى به، وفتحت نفس الواحد على الجواز. أنت عايز تتجوز يا؟ أوعى تكون بتهرج يالا. لا بتكلم بجد. بنت حلوة وغلبانة، وبعدين الصبح عينها بتدي أخضر زرعي، وبالليل بتدي فيروز كهرماني. اخضر الزرق وفيروز كهرماني، هتتجوز جنيه ولا ايه؟ دي مين يا دي كورنر دي؟ دي اسماء ميمون اخت تركي ميمون. يا دي كورنر؟ اتقابلت ولا ايه يالا؟ عرفت البيت دي امتى وفين يا انت؟ فيها ابليس، هي مش بالفلوس على فكره، وبعدين البيت دي غلبانه اه بس نظيفه ومحترمه. هي مين يا دي نظيفه ومحترمه؟ انت عبيط يالا؟ البيت دي شمال يالا؟ احترم نفسك يا ابليس. مش كل واحده تقول عليها شمال، البيت دي محترمه. ولو على ان اخوها يعني دخل السجن فانا اخويا مش عمرو الليثي، انا اخويا ايهاب ابليس. لك 100 مره البيت دي شمال يالا، افهم يالا. افتكر ان انا قلت لك يا ابليس، وعلى فكره البنت كان عندها حق لما كانت بتقول ان كلكم هتقفوا قصادنا وبالذات انت يا ابليس. بس انا خلاص هسيب لك البيت، لان انت اللي عملت اعتبار لا الاخويه ولا لاي حاجه ما بينك. خلاص يا مبقاش حمقى كده، عمل لك اللي انت عاوزه. خلاص وايه اللي انت لابسه ده؟ ادي احنا في نقله كبيره يا كفايه ديسكاستنج بقى. تعال تعال اعمل لك اللي انت عايزه يا حبيبي. مين؟ ايه؟ عايز ايه؟ عاوز الرضا والسماح يا هانم والله. حياة ربنا. ايوه لخص. اصله اعتذار مش موجوده، مشت هي ونعمه راحوا يعملوا شويه تحاليل كده، فانا قلت اطلع لسيادتك، احتمال تكوني عايزه مني اي حاجه كده ولا كده ولا اي حاجه كده يعني كده. عايز ايه؟ 10,000 جنيه. 10,000 جنيه يعمل معايا شغل زي الفل يا فندم. انا مش طمعان في اكتر من كده، اكون شاكر وحامد وائل. وائل. انت عبيط. لا ما تدوي العبيط ولا حاجه، بس انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم جدا، والموضوع ده لو قلت هنا هتزعلي قوي. انا فهمت انت ايه، مجنون. لا معقوله؟ معقوله مجنون جاي يكلمك في ورق؟ ورق ايه؟ ورق دي ورق ايه يا عبيط انت؟ ورق يا ست هاني، الورق اللي كان معاكي مخبياه بس اتلهف منك. صح ايوه كده. افضلي بصي لي بعينك الحلوه دي، الحلوه وعينيها الخضرة الحلوه خطفتني. اتفضل يا استاذ. حشر يا فندم، حشر. انا مستعد ادفع لك ال 10,000 بس لو كان الخبر يساوي ال 10,000. هيساوي ان شاء الله يا فندم، يساوي. انا كنت قاعد تحت بعمل طلب في الدور. حاضر يا فندم. دخل واحد اسمه صبحي، قال ايه كان متجوز منى قبل كده، فمنى قالت له انت اللي خدت الورق. قال انا ما خدتش ورق، انت اللي دخلت ابليس منى. ابليس هو اللي سرق الورق، هو اللي طلع عند جيجي انا وسرق الورق. صباح الخير. صباح النور. لو صبحت كنا عايزين نعمل تحليل دي ان ايه للجنين بتاع مدام نعمة. اوكي مفيش مشكلة، بس ممكن حضرتك تملى لنا البيانات دي الأول؟ اه طبعا طبعا. اتفضل. هي إجراءات بسيطة كده. أنا خايفة أوي يما، خايفة الله قرعة ده يزور نتيجة التحليل ولا حاجة. ده أنا كنت أنسي الشبشبي ده على قرعته، ولا يهمك منه يا بنت، ما تخافيش. ده انت بنت اقتدار، محدش يقدر يقربك. ده قادر وفاجر يا ماما. على نفسه. ده تكميلة في شكلك. شكرا. العفو على ايه؟
أنا متفائل خير إن شاء الله. اتفضلي. خلود. محدش يدخل عليا خالص. وحشتيني يا سمسم. فينك يا بنت وفين أيامك؟ وحشتك؟ ده أنا لو وحشتك كنت سألت عليا طول الفترة اللي راحت. أنت عارف أنت غالي عليا قد إيه. عارفة يا بنت؟ أنا طول الوقت كنت بفكر فيكي. بجد؟ طبعًا بجد. بس أنت يا بنت ما تعرفيش إن كورنر ده خط أحمر. نوع الاقتراب أو التصوير. ده هو اللي حلت في الدنيا يا أسماء. عايزة منه إيه؟ كورنر؟ هو أنا مالي ومال كورنر؟ أنت جايبني هنا ليه؟ ما تبرميش على مصنع المبروم. كورنر حكالي على كل حاجة. أنا وكورنر أخوك هنتجوز يا إبليس. ولو فاكر إنك هتعرف تحوشه عني يبقى لسه معرفتش أسماء. أخوك خلاص حبني وهتجوزه حتى لو مش برضاك. وماله؟ أنا هعمل لأخويا اللي هو عاوزه حتى لو غلط. واحنا من إمتى بنعمل الصح؟ ماشي. بس أنا ليه عندك سؤال واحد. أسأل. اسمعني. بتحب كورنر؟ جاوبيني. قولي اه. لو قلتي اه هعمل لكم فرحكم مع فرحي اخر الاسبوع. فرحك؟ هو انت هتتجوز يا ابليس؟ هتتجوز مين؟ نعمة؟ انت ليه عمرك ما حسيت بيا؟ انت ليه بتدوس على قلبي بجزمتك؟ كل ده ليه؟ ليه؟ عشان حبيتك؟ انا عمري ما تمنيت من الدنيا دي غير ان احنا نتجوز ونكمل مع بعض. عايزة ايه من كورنر يا اسماء؟ انت لما سبتني انا كنت هتجنن. ولقيت اخوك رامي روحه عليا. وانا بقى هأذيك زي ما أذتني 100 مرة. ومش هخاف منك تاني. واخوك خلاص مش هيصدقك. قول له اللي انت عايزه. هو خلاص ما بقاش شايف الدنيا دي غيري. يا ترضى انت بالجوازة دي وتتكتم؟ يا هتخسر اخوك للأبد. محدش يقدر يخسرنا اخويا. ولا انت ولا ميه زي كان عندك حق اكون حقك عليا يا ابليس انت اللي حقك عليا يا كورنر انا ما كنتش عايز اسمعك ده كله بس لما كنت سمعت بودنك ما كنتش هتصدقني يا ده انا عايزك تدوس على قلبك وتجني تعرف يالا اعرف يا اخويا ماشي حلو الصرف اللي انت بقيت فيه تيشيرت وبنطلون وحزام وقصه جمال عبد الحليم مش ناقصك حاجه خلاص يا والنبي خلاص يا اضحك وفرفش اللي جاي حلو ان شاء الله يلا اتكل على الله ماشي يا اخويا لا بس انا ليه اعتب عليك بيتي كده بتغيبي وتتاخري ورجلي خفت كده من الشركه ايه ماما رجعت لا يا حبيبي انا موجوده وكل حاجه وماما ما رجعتش انت بس اللي مشغول عني بمدام نعمه مدام نعمه اه ملاك الرحمه بقى عندها مكتب وبتستقبل فيه ضيوفها وانت بتقفش قوي على الناس اللي بتدخل لها مركز معاها ومزغلل عينيك دي غيرة بقى رنوشي غيرة بتعيني عليا جواسيس في شركتي صباح الخير يا صباح الفل اهلا جيجي اهلا اهلا عملت ايه في مشوار التحليل؟ كل خير احنا مش كنا متفقين نروح مع بعض رحت لوحدك ليه؟ والله انا يعني بصراحه جيجي المفترض يعني انت ما يكونش ليك عين اصلا تسالي السؤال ده بعد حركه الورق بيني وبينك بصراحه يعني لو الواد طلع ابن شريف فانا قررت ان انا اتنازل على القضيه تتنازل؟ زهقت بصراحه عايزين نركز في الشغل بقى مش مصدقاك خالص أنا عندي كلام لما أقوله لك أنا متأكدة إنك هتغير رأيك إيه بقى؟ أنا عرفت الورق فين
على اساس ان هو مش معاك يعني؟ جيجي ارجوكي حاولي تتعاملي معايا ان انا يعني انسان راشد وبفهم وذكي. بطل الاستهزاء اللي انت فيه، على فكره انت عمرك ما عرفت تفكر. الورق مع ابليس. ما تجيبيش اسم الواد ده على لسانك تاني، بيعصبني. اللي قال لي الكلام ده جوز خالته اللي اسمها اقتدار دي. حيوان زيه. يا سيدي انا فضلت ورا الموضوع لحد ما اتاكدت بنفسي وعرفت ان ورا كل ده ابليس. ابليس الحيوان ده السواق هيعمل ايه بالورق؟ انا قلت كده زيك بالظبط. بس بقى بعد ما عرفت الحيوان ده فتح شركة. إبليس السواق فتح شركة؟ آه. يا جيجي. ومش أي شركة كمان يا سام، شركة زي شركتنا دي. وحبة حبة هيقفل لنا الشركة. ده عند أمه. ده عند أمه الكلام ده. قال إبليس فتح شركة. والله. آه والله العظيم. سام. إحنا لازم نحط إيدينا في إيدين بعض. إحنا وقعنا في عصابة. احنا لو ما حطيناش ايدينا في ايدين بعض هنخسر كل حاجه. ابليس عنده شركه. يا زمن.